ثبت انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بين البشر من خلال البصق أثناء السعال أو العطس. وقد ينتقل الفيروس أيضاً من شخص مصاب لا يعاني من العوارض حين يتكلم أو يتنفس. وتنتقل العدوى عبر الاتصال بين الأفراد في منزل واحد على سبيل المثال، أو داخل غرفة مستشفى، أو إذا كان الفرد على مسافة لا تتعدى المتر الواحد من شخص مصاب يعطس من دون وقاية. ينتقل الوباء أيضاً عند وضع اليد على الفم أو الأنف أو العينين بعد ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس. هناك غموض كبير حول المدة التي يعيشها الفيروس خارج جسم الإنسان، فبعد إجراء تحاليل مخبرية تبين أن الفيروس يبقى لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام على البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ. بالنسبة إلى العامة، تدابير النظافة الضرورية المطلوبة هي غسل اليدين بانتظام أو استخدام محلول كحولي، والسعال أو العطس في الكوع أو على منديل يتم رميه فوراً. يوصى أيضاً بتنظيف الأسطح التي تلمس بشكل متكرر بانتظام، وارتداء القناع ضروري في حال وجود سعال. بطبيعة الحال يجب تجنب الاتصال المباشر مع أشخاص يعانون من السعال أو الحمى.